أهلا بكم. أثار تحقيق استقصائي تلفزيوني عن الفساد المالي والإداري في المؤسسات الدينية الشيعية والسنية في العراق ردود فعل غاضبة من قبل قوى السلطة وميليشياتها، حيث سلط هذا التحقيق الضوء على جزء يسير من الفساد المالي الهائل داخل العتبات الدينية ووكلاء المرجعية من خلال إنشاء وامتلاك مشاريع اقتصادية والاستحواذ على أراضي الدولة لاستثمارها وتحصيل ملايين الدولارات منها دون معرفة وجوه صرف تلك الأموال عبر وكلاء المرجعية الدينية التابعين إلى مكتب السيستاني، بالإضافة إلى الفساد في الوقفين السني والشيعي وما يسمى دار إفتاء أهل السنة والجماعة التي يتزعمها مهدي الصميدي. الأحزاب الطائفية وزعماء الميليشيات اعتبروا هذا التحقيق التلفزيوني مؤشرا خطيرا هدفه هز مكانة الرموز الدينية في نفوس المجتمع العراقي. وفق بياناته، الفساد المالي في المؤسسات الدينية ذات الصلة بالسلطة في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف أصبحت المؤسسات الدينية ذات الصلة بالسلطة وقواها جزءا من منظومة الفساد الحكومي الهائل بعد العام 2003؟ ولماذا دعمت وتدعم هذه المؤسسات ذات الصبغة الدينية أحزاب وقوى السلطة الفاسدة في العراق؟ وكيف باتت المؤسسات الدينية وفسادها الهائل فوق سلطة القانون والدولة ومن المستحيل محاسبتها؟ وأين أصبح حديث المرجعيات الدينية اليومي عن مكافحة الفساد والفاسدين ومؤسساتها الدينية غارقة في برك الفساد الحكومي حتى أذنيها؟ وما علاقة الدين ومقدساته بالحديث عن فساد المؤسسات الدينية التي باتت مظلة السلطة وفسادها منذ العام 2003؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، ثامر العلواني، نظير القندوري. تطويع الدين خدمة للسياسة وتسييس الفتاوى بما يتناسب مع مسيرة الأحزاب الحاكمة على إيقاع المصالح الشخصية وخدمة للأجندة الخارجية هي طريقة المؤسسات الدينية في عراق ما بعد الغزو، والآلة اللازمة لشرعنة وجود الفاسدين في سدة الحكم، باعتبار أن للمؤسسة الدينية وصاية على الشعب ولا يجوز مناقشتها أو معارضتها، كما يحلو لمسؤوليها أن يسموها بالمرجعية في كل شيء، وكما أن لتلك المؤسسة دور سلبي في إيصال الحالة الشعبية إلى مستوى انحطاط خلقي بسبب تقاعسها عن التصدي للفساد الأخلاقي، كان لها دور أيضا في جعل الشباب يعتادون على واقعهم المأساوي. فبرأي تلك المرجعيات، الفقر والفاقة نعمة من الله، والسكوت عن الحق المسلوب قناعة بما هو مقسوم لهم، بينما يجلس أصحاب هذه الفتاوى في أبراجهم العاجية عائمين على بحر من الأموال. الناس فقراء في الدنيا لا يهم، لكن عندما يكون الإنسان فقيرا في الآخرة هذه الخسارة التي ليست بعدها خسارة. وفي إطار تبادل المصالح والتخادم، تحولت المراجع الدينية إلى مراكز ترويج انتخابي لشخصيات تعتبر عنوانا للفساد في العراق. فعلى سبيل المثال إلى الحصر، يدعو المرجع بشير النجفي لانتخاب عمار الحكيم رغم ما عليه من شواهد واضحة على الفساد وسرقة الأموال وجنيها بالباطل. أنا شخصيا توليت أدلكم على من يصلح للانتخاب إن شاء الله تعالى. هناك هذا مرشحين من قبل مكتب، هذا لجنة شكلنا، فالمجموعة قليلة جدا، مجموعة 15 و16 نسمة في كل محافظة، نفرين مثل خمرة البرلمان القادم إن شاء الله تعالى. فإذا وصلت إيدكم إلى هؤلاء فهم، فإذا ما وصلت إيدي أحد لهؤلاء فاعلموا أن سيد عمار الحكيم ابني وابن مرجعية. ولم يقتصر دور المؤسسات الدينية على ما سبق، بل أقحم أفرادها أنفسهم في الجوانب الاقتصادية، فاحترفوا التجارة وشراء العقارات وأسسوا الشركات بتسهيلات حكومية ضمن صفقات مشبوهة تعقد مع أتباعهم النافذين في الحكومة. فصارت تلك المؤسسات المظلة الجامعة التي ينضوي تحتها العراق الجديد بكل ما فيه من مآسٍ. لذلك فإن أول صرخة أطلقها المنتفضون لحقوقهم كانت في وجه المراجع، انطلاقا من مبدأ أن الخلاص من الفساد يبدأ باقتلاع جذوره.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي سنبحث فيها الفساد المالي والإداري الهائل في المؤسسات الدينية ذات الصلة بالسلطة في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والأستاذ أيضا نظير القندوري الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. دكتور رافع الفلاحي، سنبدأ معك كالمعتاد. هذه المؤسسات الدينية الموجودة في العراق التي يفترض أنها جهات أو مؤسسات وهيئات تدعو الناس والمجتمع إلى مكارم الأخلاق، إلى الصدق، إلى النزاهة، إلى الإخلاص، نظافة اليد، كيف أصبحت جزء من منظومة الفساد الهائلة في العراق؟ الآن العراق في المراتب الأولى في الفساد وفق المؤشرات الدولية، مؤشرات الفساد الدولية، أصبحت جزء وركن ركين في هذه المنظومة، كيف أصبحت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما أستاذ ماجد، نحن يعني ربما نثار هذا الموضوع، هذا التقرير اللي عرضته احدى القنوات، نعم، هي قناة الحرة الأمريكية، وثارت ثائرة كل من هم في السلطة وفي أحزابها وقواها وميليشياتها في العراق على هذا التقرير. الحقيقة الحديث جرى عن ربما مؤسستين تحدث عن الوقف السني والوقف الشيعي، وكان الحديث طوال هذه الفترة والانتقادات والإدانات تخص الوقف الشيعي، والوقف الشيعي والوقف السني في حقيقة واقع الأمور ليس لهم علاقة، لأن الحديث كله جرى في حديث عن القدسية. وكما قلت، الوقف السني والوقف الشيعي ليس لهم علاقة بقضية القدسية وغير القدسية. الوقف السني والوقف الشيعي مجرد موظفين. رئيس الوقف السني ورئيس الوقف الشيعي يعينهما بالقانون اللي موجود بالدستور مالهم، بالنظام الداخلي للحكومة الحالية، وكل الحكومات يعينهما رئيس الوزراء. والوقفان الشيعي والسني هم دوائر خدمية حكومية أو استثمارية، هذه حقيقة. نعم. وكل ما يرتبط بهما هي دوائر حكومية تأخذ موازنات من الحكومة، جزء من الموازنة الحكومية تخصص لهم. فعندما نتحدث وتحدث كل السياسيين في العراق بضمنهم أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان يتحدثون عن فساد موجود في الدولة ينخر الدولة، هذه المؤسسات جزء من مؤسسات الدولة، فإذا يشملها الحديث بالفساد. وهذه المؤسسات ليس لها صبغة دينية مثل ما يتحدث البعض. هذا طبعا هذا الحديث من البداية لكي نكون واضحين، هذا الحديث ليس له علاقة بسنة وشيعة وحديث طائفي، هذا ما له علاقة، هذا له علاقة بحديث عن مؤسسات موجودة. هذه المؤسسات تمارس الفساد أم لا تمارس الفساد ليس لها علاقة، اللي يرأسها معمم غير معمم غير قضية، هذه عمامته ويتحملها. فالموضوع أساسا فيما يعني في الحالتين هو حديث عن مؤسسات حكومية غارقة في الفساد. نعم، العراق كله غارق في الفساد وهم يتحدثون عن هذا، ليس نحن، يعني هم أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان وأعضاء الأحزاب، والشعب العراقي كله يخرج من 16 سنة في تظاهرات يطالب بإيقاف الفساد. ومنهاج الحكومة الحالية، آخر حكومة، حكومة عادل عبد المهدي، كان أول فقراته هو التخلص من الفساد، القدرة على إيقاف الفساد ومعالجة الفساد، وغير قادرين. والمنظمة الشفافية الدولية تضع العراق من بين أكثر 10 دول في العالم فساداً، والعراق رقمه 5 من بين أكثر الدول فساداً في العالم. فهذه القضية ليس لها علاقة لا بقدسية ولا بغير قدسية. أما إذا يريدون يدخلوها بقدسية فالحديث بالشكل التالي: عندما تأتي مؤسسة وتقول إنها دينية لها صبغة دينية مثل العتبات، نعم، العتبة الحسينية والعتبة العباسية، وعليها وكلاء يسمون نفسهم وكلاء المرجعية، نعم، إما طبعا كل هذه العناوين من البداية علينا أن نقول أن العنوان، كل اسم وعنوانه يفرض عليه وظيفة معينة، كل عنوان يفرض وظيفة معينة،
وهذه الوظيفة عندما يكون العنوان مرجعية دينية يفرض عليها المحافظة على إطار ديني أخلاقي بطريقة أو بأخرى، هذا الإطار اللي تعمل به. أما إذا انحرف بغير اتجاه فيكون العنوان غير شكل. ما يحصل في مثلا الوقف الشيعي، العتبة العباسية عندما تكون لها مثلا واحدة من الشركات اللي كتبوا عنها كثير اللي اسمها الكفيل، هذه الشركة أسست عام 2004 2008 كمثال، هذا مثال يعني حتى لا يقولون الفساد، يعني ليش تحدثون وهي قدسية. هذه واحدة من الشركات المهمة، قالوا لماذا أسستم هذه الشركة؟ طبعا تأخذ تمويلها من الدولة كلها، لأنه الوقف الشيعي مرتبطة بالوقف الشيعي والوقف الشيعي يأخذ من الموازنة العامة، قالوا لخدمة الزائرين في كربلاء. طيب هذه تخدم الزائرين، ما وظيفتها؟ ما الذي فعلته هذه الشركة من عام 2008 فما فوق؟ أولا لديها معامل الإسفلت، لديها معامل الدجاج للحوم، تستورد اللحوم والدجاج، نعم، معامل للبلوك هذا تنتجه، معامل أخرى لصناعات بلاستيكية وغير بلاستيكية، كثير من الشغلات، مطابع لديها أشياء غريبة عجيبة، وصلت إلى الحد اللي رصيف عندها في الميناء. نعم، عاد الرصيف، هذه العتبة العباسي، لكن هذه شركة من شركاته، نعم، واحدة من شركاته، وصلت للحد اللي تتفاوض هذه الشركة مع شركات مثل هواوي ونوكيا لإنتاج تليفون باسم شركة الكفيل. هذا يستخدم فقط في أثناء الزيارة بشبكة معينة، وغير تليفونات تقف شبكاتها لكي يشتري الزائر هذا التليفون ويستخدمه. هذا نشاط تجاري، هذا ليس له علاقة بخدمة. عندما يتحدث رئيس الوقف الشيعي أو رئيس العتبة العباسية يقول أنه يعني خلال السنوات، إحنا من 2004-2017 يعني دفعنا حوالي مليار دولار، أكثر من مليار دولار لمشاريع، ويتحدث عن مشاريع. السؤال، نعم، من أين لها يعني هيئة دينية مبلغ مليار دولار؟ من أين جاء هذا المبلغ المليار دولار؟ يعني سنويا حوالي 76 مليون دولار، من أين جاء هذا المبلغ الضخم جدا جدا لكي تستثمر به هذه العتبة بهذه الطريقة؟ والعتبة العباسية مثل ما حضرتك أشرت لديها رصيف بالميناء البصرة، وهذا الرصيف تدخله البضائع. وإضافة إلى هذا، نعم، يعني هذه العتبات وهذه الوقف السني والوقف الشيعي ليس خاضع للرقابة المالية، يعني الرقابة المالية لا تذهب للتفتيش. إذا سمحت سنتحدث أيضا عن أنه هل هذه المؤسسات الدينية باتت اليوم فوق سلطة الدولة والقانون يتعذر محاسبتها؟ نعم، فقط نعم مثال، نعم، واحد ربما، نعم، حتى قبل ما ننتهي، نعم، أيضا في 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 العتبة الحسينية مثلا مطار كربلاء، العقد ماله اللي طرحته العتبة الحسينية 250 مليون دولار. وحقيقة الأمر المهندسين وكل العالم يعرفون أن قيمة العقد هذا لا تتجاوز 20 مليون دولار، لكن هم أخذوا 250 مليون دولار. هكذا شكل المضاربات، شكل مضاربات بالسكر وبالتمن قضية كبيرة جدا، هذا ليس له علاقة لا بالدين ولا بيصول إلى علاقة بتجارة ولا علاقة، واضح، بأموال، وإلى علاقة بناس موظفين هم أقاربهم وأولادهم وصهرة نعم، ولديهم فرق عسكرية تحميها. هذه أصل القضية. نعم، نعم. أستاذ نظير القندور، تأخرنا عليك، سامحنا. في السابق كانت المؤسسات الدينية أو المرجعيات الدينية متهمة بأنها دعمت الأحزاب السلطة الفاسدة، دعمت الميليشيات، سكتت عن هذا الفساد، أنه هذا الفساد ما كان ليصل إلى هذه المراحل لولا التغطية الدينية من المرجعيات الدينية. الآن اتضح أن المرجعيات الدينية ومؤسساتها هي جزء رئيسي من هذا الفساد، بل ربما الجزء الأخطر في هذا الفساد، أخطر لأن هناك إضفاء للقدسية على هذا الفساد الديني المقدس. إذا كان في السابق قد تكون المرجعيات قد ظللت، قد خدعت بدعمها أحزاب، وخرجت الأمور عن السيطرة،
الآن هل المرجعيات الدينية ومؤسسات عذر في هذا الفساد الذي كما يقال كشف عن رأس الجليد فقط؟ هناك شيء كبير جدا لم يظهر. يعني إذا شئنا نتحدث عن المرجعية الدينية وبالذات أنا أخص الذكر منها الشيعية، يعني التقرير تناول يعني نتكلم بشكل عام حقيقة، يعني بغض النظر عن لا قضية لا التقرير، يجب أن أخصص أن نعم. يعني هناك اختلاف هائل ما بين المرجعية الشيعية وما يسمى بالمشيخة أو المشايخ السنة، كون أنه الوقف الشيعي، الوقف السني تقصد، الوقف السني بالإضافة إلى مفتي الديار العراقية كما يصفوه مهدي الصميدعي، نعم، الذي هو تم تعيينه في عهد المالكي، نعم. هؤلاء يعني بالنسبة للسنة هم ليس لديهم تأثير في إدارة السياسة العراقية بشكل عام، بمعنى أن النظام السياسي الحالي في العراق لا يؤثر عليه الوقف السني أو دائرة الإفتاء برئاسة مهدي الصميدعي. إنما إذا شئنا أن نتحدث عن المرجعية الدينية الشيعية فالأمر مختلف تماما. المرجعية الدينية هي من حثت جماهيرها على التصويت للدستور المعوج الذي هو أسس لتفكيك المجتمع العراقي، نعم. المرجعية الدينية هي نفسها التي تدخلت بشكل سافر في العمل السياسي وأوعزت لمقلديها بأن ينتخبوا التحالف ما يسمى بالتحالف الوطني اللي هو عبارة عن مجموعة من الأحزاب الشيعية، وبالتالي فتلك الأحزاب التي هي الآن بيدها مقاليد السلطة تجد أن مستقبلها ومصيرها مرتبط بالمرجعية الدينية الشيعية، هي من يعني ترجح كفة هذا الحزب أو كفة هذا الحزب، بل وصل الأمر أن رئاسة الوزراء لا يتم التوافق على اسمه إلا بعد أخذ مباركة المرجعية. مباركة المرجعية، هذا نفس الشيء يعني الذي حصل نور المالكي، لم ينحى عن الولاية الثالثة إلا بقرار من المرجعية. حتى أن له قول قال إذا سمحت لي المالكي، قال في حادثة عن السستاني، قال يصر على أن يخرج معي إلى الباب الخارجي تقديرا لي، نعم. عادل عبد المهدي لم يأتي إلى رئاسة الوزراء، وهو الذي يعني الآن ليس لديه كتلة تدعمه ولا لديه حزب يدعمه، لم يأتي إلى رئاسة الوزراء إلا بمباركة من السستاني، نعم. بدليل أن الآن المرجعية التي تدعي بإعلامها بأنها هي تقف على الحياد وليس لها دخل بالسياسة وأن هذا الشأن السياسي هو شأن السياسيين، هذا الكلام كذب وغير صحيح، هي ضالعة في العمل السياسي يعني بشكل كامل. هي دعت الناس إلى انتخاب من يرونه صالحا وأمينا ونزيها. أخي الكريم، هي دعمت أحزاب التي الآن في السلطة، والآن جميعهم يقولون أن الفساد قد وصل إلى معدلات قياسية في هذه الأحزاب، لكنها أوصلت، هي دعمت هذا الفساد. لكن المرجعية في السنين الأخيرة أغلقت أبوابها أمام جميع السياسيين، والحقيقة هناك نقد، نعم، دائم لهؤلاء السياسيين، نعم، الفاسدين أو الفاشلين. ولماذا لا تقول بصراحة إني أرفع دعمي عن هذه الأحزاب، نعم. لماذا لا ترفع دعمها عن هذه أحزاب السلطة التي هي متهمة بالفساد؟ الشيء الآخر، الحشد الشعبي الذي تأسس بفتوى من المرجعية بالذات السستاني الآن متهم بارتكاب جرائم كبرى في حق الشعب العراقي، متهم بالتعامل الطائفي، الآن هو يتسيد على الدولة، الآن هو لديه قوة عسكرية، بل يتوق إلى أن يكون هو فوق الجيش وفوق قوى الأمن الداخلي. كل هذه هو جزء من القوات المسلحة، كيف تفوق على الدولة الآن؟ هذا الحال هو الآن محاولات لتهميش الجيش وقوى الأمن الداخلي، والحشد الشعبي هو من يتخذ مهامه. الآن أنا أتساءل لماذا المرجعية لا ترفع غطاها عن الحشد الشعبي وهي المسؤولة عن تأسيسه؟ يعني تستطيع المرجعية أن تقول بأن الجدول التي تم تشكيل الحشد الشعبي من أجلها قد انتفت الآن، وهؤلاء إما أن يعني ينضموا إلى وهي الجيش كفرادة لقضية الإرهاب وقضية القضاء على تنظيم الدولة كما أعلنت الحكومة. أخي الكريم، بمعنى أن الحشد الشعبي وما يرتكبه من جرائم هي مشاركة فيه بسكوتها عنه، وكذلك الفساد الذي يجري في النظام العراقي السياسي هي مسؤولة عنه بسكوتها عن هذه الأحزاب وعدم رفع غطائها عنها.
الآن الهجمة التي جاءت على مجرد تقرير مدة 25 دقيقة في قناة الحرة من قبل كل الأحزاب، من قبل كل قادة الميليشيات، لماذا؟ لأنها هذا التقرير يزيل الهالة المقدسة عن هذه المرجعية التي هي مسؤولة عن هذا النظام السياسي. الآن المرجعية تعتبر من أهم دعائم النظام السياسي في العراق، وإزالة هذه الهالة المقدسة معناها تقويض لهذا النظام السياسي، وبالتالي ضرب مصالح تلك الأحزاب وتلك الميليشيات والتخلي عن مصالحها. لذلك هي انتفضت بكل قوة واتخذت هذا الإجراء بحق هذه القناة لمجرد تقرير بسيط لم يلقي الضوء إلا ربما 10% من الفساد المستشري في هذه المؤسسات التي تدعي أنها مؤسسات دينية. أشكرك. طبعا اعتذر من الدكتور ثامر العلوان، تاخرنا علي، لكن راح ان شاء الله نعطي الوقت الكافي بعد الفاصل. اذا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لاكمال النقاش في طاوله حوار عن الفساد المالي والاداري الهائل في المؤسسات الدينيه ذات الصله بالسلطه وقواها. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في ملفات الفساد في أروقة ومفاصل المؤسسات الدينية في العراق، طبعا ذات الصلة بالسلطة وقواها. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور ثامر العلواني والأستاذ نظير القندوري. دكتور ثامر العلواني في عمان، يعني هذا التقرير الاستقصائي التلفزيوني على الفساد في دوائر ومؤسسات ودهاليز المؤسسات الدينية الشيعية والسنية في العراق، هل فعلا سلط الضوء على حقيقة هذا الفساد جميعا، أم هو كما يقال وكما أشار الأستاذ نظير أنه سلط الضوء على جزء يسير من هذا الفساد الكبير الذي لو رفع الغطاء عنه فإن الولدان سيشيبون من هذا الفساد المالي والإداري الهائل في هذه المؤسسات؟ تحية لك أخي الكريم سالم ماجد ولضيوفك الكرماء. أهلا وسهلا. أولا أخي الكريم، الفساد آفة خطيرة وهو معول حدث كما هو معلوم للمجتمعات، وكثيرا ما حذر الإسلام من الفساد ودعا إلى محاربته ومكافحته بالطرق والوسائل الشرعية، لأنه يؤدي إلى ضياع الحقوق ويؤدي إلى هلاك المال ويؤدي إلى تبديد الثروات والموارد، وهذا يقود المجتمع إلى التخلف وإلى الفقر وإلى انتشار الأوبئة والأمراض، وأيضا يزيد من الفقراء من نسبة الفقراء، ويزيد الغني غنى، وهذا يؤدي إلى الظلم الاجتماعي، وهو تماما ما نعانيه في العراق. الشعب العراقي اليوم يعاني في ظل حكومات متعاقبة من الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة، والمباركة من المؤسسات الدينية كان هو السبب الرئيسي في انتشار هذا الفساد. وإجابة على سؤالك، نعم هذا التقرير هو غيض من فيض، وهو قطرة من بحر، وهو إشارة ولمحة إلى ملفات فساد كبيرة والكثيرة التي توجد في الدوائر والمراجع الدينية، لأن صورة الفساد طبعا ليست واحدة، هي متعددة وأشكالها وأنواعها كثيرة وتلبس أثواب متنوعة، ومن أهمها إقامة مشاريع وهمية، العبث بالمناقصات والمزايدات والمواصفات وغير ذلك لكسب مقاولة أو مشروع ما معين، المحاباة لشخصية ما على حساب العدالة والإسراف، الاختلاط، الرشوة، بالإضافة إلى السرقة والاغتصاب وغير ذلك. وأيضا من الفساد تحليل الحرام وإباحة المحظور
وأيضا من الفساد السكوت عن ردع المفسدين والمشاركة في هلاك المجتمع. هذه كلها صور من صور الفساد. الله عز وجل جعل قاعدة عظيمة شملت الفساد عندما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وأظن بأن هذه الآية كافية لوحدها أن تختصر المشهد في العراق، لأن من يتولى الحكم في العراق هم الفاسدون والمخربون، وهم يسيرون بدعم من المؤسسة الدينية، ثم إفسادهم وفسادهم في الأرض نتج عنه هلاك الأرض وهلاك النسل ومشاهد الخراب والدمار في العراق على يد الفاسدين والمفسدين. فهذا هو عين الفساد. لا نحتاج طبعا إلى أدلة على ما نقول، لأننا عندما نتكلم عن إبادات جماعية في العراق وعن تدمير وهلاك مدن كبيرة، مئات الآلاف من القتلى اليوم والمغيبين قسريا، إلى الآن لا يعرف مصيرهم، أليس هذا فساد؟ أين دور المؤسسة الدينية التي شرعنت لهم العملية السياسية وأفعالهم؟ لماذا هي صامتة؟ أليس صمتها هو فساد وإفساد؟ وإذا لم تقم المؤسسة الدينية بواجبها الحقيقي فهذا أيضا يجعلها تكون من وسائل الفساد، لأن الواجب للمؤسسات الدينية أن تحث الناس على نبذ الفساد ومحاربة المفسدين، وأن تكون طبعا هي في ذاتها بعيدة عن شبه الفساد، لأن تفترض أن تكون المؤسسات الدينية ممتثلة للقيم والمبادئ الإسلامية في محاربة الفساد. فإذا اتهمت المؤسسة الدينية بالفساد هذا يعني أنها خرجت عن صفتها الدينية وعن عملها الدعوي ضد الفساد، وأصبحت شريكا في الفساد وفي كل ما يترتب على الفساد من كوارث ومآسي ومعاناة للناس. فلا يجوز لها أن تظهر على أنها محاربة للفساد، لأنها تخالف النصوص الشرعية الدينية التي تدعي أنها تستمد قيمها وتعاليمها من النصوص الشرعية. يقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي هذا اللقاء يقول القائل: لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم دكتور رافع الفلاحي، إزاء هذه الانتفاضة الكبيرة من قبل أحزاب السلطة والميليشيات ردا على هذا التقرير التلفزيوني عن الفساد في المؤسسات الدينية، هناك حالة استنفار، هل باتت هذه المؤسسات الدينية أو التابعة لمرجعيات دينية وهذا الفساد الهائل يجعلها أيضا في إطار الهالة من القدسية الدينية، وبالتالي يجعلها فوق سلطة القانون والدولة والمتابعة والمحاسبة؟ يعني دعني أستاذ ماجد أولا قبل أن أجيبك عن هذا، لدي يعني فقط تعقيب بسيط على ما حضرتك طرحته، قلت أن المرجعية قد أغلقت بابها أمام السياسة. نعم هكذا تقول. نعم وهكذا يقول وكلاؤها. نعم أنا لا وأنا يعني لا أكذبها. نعم. أغلقت بابها أمام السياسي، لكن إغلاق هذا الباب لم يمنعها في عام 2014 من أن تصدر فتوى بالجهاد لكل الشيعة، وهذا ما حصل، لكل الشيعة للجهاد ضد داعش. نعم واعتبرت داعش خطر. نعم وأن تعتبر داعش خطر ماشي، ألا تعتبر الفساد خطر وهي بابها مغلقة أمام السياسيين؟ لكنها أصدرت هذه الفتوى، ألا تستطيع أن تصدر فتوى ضد الفساد؟ أليس الفساد خطرا كبيرا ومدمرا؟ واللجنة النزاهة البرلمانية بل في واحدة من الخطب اعتبر أن هذا الفساد خطره لا يقل عن خطر الإرهاب. نعم هكذا لجنة النزاهة البرلمانية تتحدث، وحديثها طبعا ربما مضغوط كثير، تقول أن هناك 600 مليار دولار بدون وصولات لا أحد يعرف أين، ومبالغ أخرى لمشاريع وهمية ومشاريع على الورق ومشاريع، المبالغ الآن اللي سرقت من العراق من أموال العراق الآن تعبر التريليون دولار، والحديث عنها يجري بهذا، ليس خطرا هذا؟ لا يحتاج إلى فتوى للجهاد ضد الفساد؟ هذه يعني الملاحظة كان لازم والناس تدركها، وهذا ليس له علاقة بالشيعي والسني، المواطن في الجنوب يسأل هذا السؤال، والمواطن في الشمال وفي الغرب وفي الشرق يسأل هذا السؤال، كنا نعيش في نفس
عندما نرى فتوى بهذا الاتجاه نطالب بفتوى بهذا الاتجاه. لماذا لم تصدر؟ لماذا الحديث عن الفساد بشكل ناعم وتحذيرات بسيطة؟ هم أيضا قالت المرجعية لقد بحت أصواتنا ولا أحد يسمع لنا. إذن عليها أن تتبرأ منهم مثل ما قال الأستاذ نظير، أن تتبرأ من عندهم وتعلن الجهاد، وتعلن الجهاد ضدهم وضد الفساد لأنهم مجموعة من الفاسدين، وهذا الموضوع يعني لا يحتاج إلى هذا الإطار ديني أخلاقي، لأنه هذه القضية تضبطها إطارها الأخلاقي والديني. مثل ما قال الدكتور ثامر قبل قليل، إن خرجت عن هذا لم تعد لدي هذا الإطار، فهي شريك فيما يحصل. هذه قضية مهمة. القضية الأخرى أنه هذه الهيئات عندما تضع لها إطارا من القدسية أنها لا تمس، يعني الرقابة المالية للحكومة تفتش كل دوائر الدولة ولا تفتش هذه المرجعية، يعني هذه المؤسسات أو الدوائر، المؤسسات اللي هي الوقف الشيعي والوقف السني، باعتبارها لها قدسية لها، وهذه غير حقيقة، لأنه هي بالأساس موظفين في الدولة ويحتاجون إلى نتابع ويأخذون من موازنة الدولة. الدولة هذه اللي تعطي موازنة وتعطي فلوس يجب أن تسأل عن الأموال أين تذهب، لأي مشاريع توضع. الناس نفوس، والنفوس جزء منها ضعيفة ويمكن أن تستغل هذا، وبالتالي يجب أن تعرف الدولة وهذا وهذا ما هو حاصل فعلا، قضية استغلال والاعتداء على المال العام. هذا أن أنت تتابع المال، هذا المال العام هذا ليس ملك عادل عبد المهدي ولا ملك المالكي ولا العبادي ولا أي واحد من هؤلاء، هذا ملك العراقيين، هذه ثروات العراقيين، أين تذهب يجب أن يحاسبوا عليها. في نفس الوقت عندما تمتلك، يعني يتحدثون عن مليارات بهذا الشكل لمشاريع، وفي نفس الوقت أنت تقرأ الحكومة نفسها تتحدث أن هناك أكثر من 38% من العراقيين تحت خط الفقر، أكثر من 10 ملايين مواطن يأكلون من المزابل. يعني هذا الفقر، كمية الفقر في العراق هذا، وكمية الصرف والبذخ والمشاريع بهذه الطريقة، أنت تقارن بين هذا وهذا، أين الديني والأخلاقي في هذا الموضوع؟ والمفارقة دكتور، ما الذي يعطيه هذا من قدسية؟ أن المدن الدينية أو الموصوفة المقدسة في كربلاء والنجف نسبة الفقر فيها هي الأعلى، مع العلم مشاريع المؤسسات التابعة للمرجعية يعني لها حضور هنا. الآن عندما تحدث الناس عن أن المشاريع التي تطرح كلها تأخذها هذه المؤسسات ولا أحد يستطيع أن يناقشها لأنه لها قدسية بهذه الطريقة، هذا اعتداء حتى على ما يدعونه من ديمقراطية، من حرية، من توجهات، من شفافية، هذه اللي يعني أرهقونا في سماع الحديث عنها الشفافية، والحقيقة غير موجودة الآن، لأنه هذه المؤسسات هي من الآن هناك أحزاب، وهي تعرف طيب هذه المرجعيات الدينية عندما ترى العراق من عام 2003 لحد الآن فساد، خراب، دمار، يتراجع يوما بعد، التعليم متراجع، الصحة متراجعة، الخدمات غير موجودة، الفقر يزداد، الأمية تزداد، البطالة تزداد، كل هذه الأرقام دولية، هذه ليست من عندنا، المهجرين، المدن مدمرة، العراق به أموال من هذا ولا تتكلم عنها ولا تدلو بدلوها بهذا الاتجاه، ماذا يمكن أن تسمي هذا؟ فبالتالي الناس تخرج هذه القدسية حتى إذا كانت أشكرك تخرجها. أوصلتنا إلى هذه النقطة اللي أريد نسأل عليها الأستاذ نظير كندوري. نظير كندوري، يعني المرجعية ووكلائها ويعني مكاتبها الإعلامية من 2003 إلى اليوم تهاجم الفساد والفاسدين وتدعو إلى التصدي للفساد والفاسدين، لأنه هذا الفساد أصبح سرطان أنهك الدولة العراقية وجعلها يعني هياكل. الآن بعد انكشاف هذا الجزء اليسير من الفساد في مؤسساتها، هل هذه الدعوات، هذه الخطب، هذه المطالبات بقي لها من معنى، بقي لها من اعتبار في نفوس أتباع المرجعية الذين يقلدون المرجعية فضلا عن الآخرين؟ هل يمكن أن تجد آذان مصغية لهذا الخطاب؟ نعم، لم يبقى لكلام المرجعية تلك القدسية التي كانت سابقا. يعني أنا يعني أود أن أذكر لك يعني باهتمامي في مواقع التواصل الاجتماعي
لاحظت أن الكثير من أتباع المذهب الشيعي هم يتبرؤون من ما يعني مواقف المرجعية، يتبرؤون من السياسيين الذين اشتهروا بالفساد، يتبرؤون من قادة الميليشيات التي ارتكبوا الجرائم، وهذا يدلل على أن موضوع إزالة هذه الهالة المقدسة هو موضوع حقيقي وليس كلام وليس ادعاء، إنما الأمر وصل مرحلة من المراحل. كذلك أنا يعني أريد أن أخاطب المجتمع العراقي وبالذات من هم من أتباع المذهب الشيعي، يعني الإمام علي الذي هو إمامنا جميعا وبالنسبة للشيعة يعتبروه المرجع الأول بالنسبة لمذهبهم، هو من يقول لا تعاملونني كما يعامل الناس الجبابرة، بمعنى أنه دعوة ديمقراطية للمحاسبة حتى على مستوى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا يدلل على أن هذه الشخصية العظيمة تحث الناس على أن لا يستغفلوا وأن لا يعني يؤخذ حقهم بغير وجه حق. فلا أعلم من أين جاءت هذه الهالة المقدسة على المرجعية، لماذا يعاملون كما يعامل الآلهة؟ يعني لا تستطيع أن تذكر فلان بسوء ولا تستطيع أن تنتقد شيء سلبي عنده. نعم. لماذا؟ لأنه هذه المراجع يعني الآن يعني تصريحات قادة الميليشيات، تصريحات أحزاب السياسية باعتراضهم على تقرير الحرة بأنه قد مس المقدسات عند الشعب العراقي. أي مقدسات؟ أي مقدسات؟ تعتبر على اعتداء على الدين وثوابته بل وعلى الذات الإلهية هذه القضية. وبالتالي أنا ما يعني ألمسه من هذه التصرفات، هم يريدون أن يجعلوا من هذه المقدسات شيء خارج النقد وخارج دائرة الشبهات في نفوس الشعب العراقي. لماذا؟ لكي يجعلون من الشعب العراقي كمطية لتنفيذ كل أغراضهم من خلاله وسلب ماله وحقه، ولا يستطيع أن ينادي بحقوقه، كون إن هذا يغضب الله لأنه هؤلاء مقدسين، وهذه القدسية قدسية زائفة. يجب على الشعب العراقي أن يفهم بأن كل إنسان أمام رب العالمين محاسب. يعني حتى لو جئنا على يعني تفاصيل المذهب الشيعي في موضوع العصمة، هل السيستاني معصوم يا أخي الكريم؟ نعم. أنا أسأل، هل نعم. هو معصوم؟ هل نعم. هو أحد الاثني عشر يعني مثلا؟ هل المراجع الأخرى غير السيستاني هل هم معصومين؟ قبل يوم البارحة مقتدى الصدر يقول بأن الشعب اللي يتهيأ الشعب العراقي هناك تغيير سيكون بعد ساعة أو ربما ساعات أو بعد أيام، يعني نحتاج فتح أحفال لنعرف أنه التغيير راح يصير بعد ساعة ولا ساعتين ولا نعم. أيام. يعني أنا أقول لو أنت تستطيع أن تغير هذا النظام السياسي بخلال ساعة ولا ساعتين، ما الذي يسكتك عن هذا الفساد الموجود؟ لماذا لا تغير طيلة الفترة من يعني 2003 ولحد الآن الفساد مستمر والقتل مستمر وتفكك البلد مستمر، لماذا تسكت إلى حد هذه اللحظة؟ هذا دليل على أن جزء من هذا الفساد وجزء من هذا الخراب الذي يعيشه الشعب العراقي. هذه الكلام وهذا الآن لا يطلي على الشعب العراقي. دكتور ثامر، يعني هذه الانتفاضة من قبل الأحزاب والميليشيات الطائفية ضد هذا التقرير التلفزيوني عن فساد الدوار الدينية في العراق في العتبات وفي الوقف السني والشيعي، هناك من رأى فيه أن هذه محاولة أو صورة لإطفاء الشرعنة على هذا الفساد، إطفاء القدسية مستمدة من القدسية التي تحيط بالمرجعية وهي بالتالي حماية حكومية لهذا الفساد، لا أحد يقترب منها لأن الكل في النهاية مشارك في هذا الفساد، مؤسسات دينية، مؤسسات حكومية، تنفيذية، برلمانية، تشريعية وما إلى ذلك. ألا ترى أن هذا التفسير أو هذا التوجه أو هذه الرؤية رؤية متحاملة ومبالغ فيها، أن الحكومة تحمي هذا الفساد وتشرعنه وتضفي عليه قداسة أو تقبل بهذه القداسة التي يعني تحاط به؟ أقول هذه عبارة مختصرة، هم يريدون أن يرسخوا مفهوما مغلوطا يخالف العقل والمنطق، بل وحتى في عرف أهل الباطل هو مخالف.
وهذا المفهوم باختصار هو تقديس الفساد المنسوب إلى المؤسسات الدينية، وهذا طبعا هو استخفاف بالناس وبالشعب العراقي. والحقيقة هي أنه عندما تكون المؤسسة الدينية شريكا أساسيا وفاعلا في تسيير العملية السياسية العرجاء المنحرفة الفاسدة بكل مفاصلها، وعندما تكون شريكة في إعادة تدوير الفاسدين في السلطة، فتكون لها رمزية خاصة عند الحكومة أيا كانت هذه الحكومة وبأي شكل وتحت أي ظرف. فالحكومة ستكون بطبيعة الحال مدافعة عن هذه المؤسسات من باب المصالح، وهذا يعني أننا أمام شراكة وطيدة وعسكة. إذا أردت أن تعرف حقيقة كون المؤسسة الدينية شريكة أم لا، خذ مواقف السلطة الحكومية بأجهزتها الرقابية والتنفيذية والتشريعية والميليشياوية من الاتهامات الموجهة للمؤسسة الدينية. وإذا عدنا قليلا إلى السنين الأولى من الاحتلال، سنعرف أن الشراكة الحقيقية بين المؤسسة الدينية وبين الحكومات، والتي تظهر تفاهم متفق عليه في تبادل الأدوار، الفتوى التي صدرت من أحد رجال المؤسسة الدينية حول موضوع الانتخابات في العراق وأن من لا ينتخب فمصيره النار، هذه الفتوى صدرت في وقت كان الاحتلال هو المسيطر على مؤسسات الدولة وهو المتحكم في العراق وهو الذي يتحكم في ثروات العراق، ولا توجد بوادر منه إلى الانسحاب أو وضع جدول للانسحاب. فكانت الفتوى في وقتها تخالف الثوابت والقيم والمبادئ الإسلامية، ولذلك جاءت الفتوى كي تجيز ما هو مقصور في الأصل. وهنا نبحث عن المستفيد. من المستفيد؟ سنجد أن المستفيد هم من جاءوا مع الاحتلال وقسمت السلطة بينهم، وهنا نفهم حقيقة الدفاع المستفيد المستميت من هذه القيادة، وهذا يعطي صورة واضحة عن الشراكة بين دكتور دكتور ثامر. أشكرك بس لأن الوقت ضيق الوقت ضيق ويشارف على الانتهاء. يعني هناك عملية ربط قسري بين المؤسسات الدينية التي هي مؤسسات استثمارية أو خدمية تابعة لمؤسسات كما ذكر دكتور رافع، مؤسسات حكومية في النهاية. الحديث عن هذا الفساد عن هذه المؤسسات يربط بقضية الدين، أنه من يتحدث عن هذه المؤسسات والنواقص فيها أو السلبيات أو الفساد كأنما مس الدين، مس ثوابت الدين، ربما أوصل الأمر من قبل الميليشيات إلى أن هناك اعتداء على الذات الإلهية. أخي الكريم، الفساد هو طبعا ظاهرة سيئة مخالفة للشريعة الإسلامية والمبادئ والقيم الإسلامية والأخلاقية والعرفية، وكل من يرتكب شيئا مفسدا فهو فاسد مهما كان توصيفه ومهما كان اسم المؤسسة التي ينتمي إليها، دينية أم خدمية أم غير ذلك. لأننا في العراق أو لأن العراق ضاع بسبب الفساد، ثروات العراق كتبت بسبب المفسدين، فليس هناك ملامح للدولة أو النظام في العراق. المؤسسة الدينية كانت السبب الرئيسي في تردي الأوضاع في العراق. فالفساد منذ عام 2003 أصبح مرض مزمن مستشري في كل مفاصل الدولة. أشكرك. حتى إحاطات الأمم المتحدة لم تستطع أن تتفادى هذا الأمر أو تتجاوزه، مع أنها داعمة العملية السياسية في كل إحاطات الأمم المتحدة كانت تقول أن هناك فساد مستشري في جميع مفاصل الدولة. فإذا هناك تحالف على تدمير العراق وشعب العراق بفساد المؤسسات الدينية وميليشياتها، فساد رجال الدولة والحكومة والبرلمان. طبعا هذا يجعل الشعب العراقي وحيدا أشكرك أعزل أمام مواجهة الظالمين والمفسدين. إذا جئنا إلى الشرع وإلى القانون، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة سرقت تقطع يدها. شكرا أشكرك دكتور، آسف للمقاطعة للوقت ضيق جدا. شكرا دكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. أعتذر الوقت ضاق. أستاذ نظير كندوري، هيئة النزاهة البرلمانية الحقيقة في ردة فعلها على التقرير التلفزيوني عن الفساد كانت مفردات بيانها لا تقل عن مفردات بيان الميليشيات والأحزاب الطائفية. ألا يفترض، وهي هيئة مشكلة للنزاهة لمتابعة السلبيات والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وهذه المؤسسات هي مؤسسات دولة في النهاية،
ألا يفترض أنه تبادر على الأقل لتشكيل لجنة تحقيق في محتوى ومفردات ما ورد في هذا التقرير؟ يعني من المضحك المبكي أن تجد هيئة النزاهة هي من تعترض على التقرير الذي يعني بث من قناة الحرة لتشخيص حالات فساد في مؤسسات بالعراق، بينما كان الأولى بأن هيئة النزاهة تدعم وتطالب القناة بتقديم هذه الوثائق لكي تتخذ إجراءاتها. الشيء الغريب يعني تعقيبا على سؤالك السابق، كون أن من يتعرض إلى المرجعية أو يعني تعرية الفساد الذي موجود عندها يتهم بأنه قد خالف الله وخالف الرسول أو خرج من الدين، تصل مرحلة التكفير. نعم. بل الآن وصل الأمر عند الأحزاب بين قوسين الإسلامية، من تتهم كل صحفي وكل مدون وكل ناشط يعني على مواقع التواصل القوائم السوداء بأنه عميل لأمريكا. نعم. لأنه يفضح الفساد الذي موجود في النظام العراقي. أين النظام الديمقراطي الذي وعدتونا فيه؟ أين حرية الكلمة؟ أين حرية الصحافة التي قلتم عنها؟ الآن كل مدون كل صحفي ربما يتعرض إلى قانون تشمل عقوبات حقيقية وفق القانون الذي سيقر البرلمان قريبا اللي هو اسمه الجريمة الإلكترونية. نعم. بمعنى أنه إحنا تحولنا من نظام بين قوسين ديمقراطي إلى نظام ديكتاتوري بمعنى الكلمة، لا تستطيع أن تتكلم بأي شيء، لا تستطيع أن تدافع عن حقوقك. أشكرك. ولا تستطيع أن تفضح الفساد الذي موجود في البلد. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. أيضا الخزعلي في إطار ردة فعله على هذا التقرير قال بالنص: لا يجوز، لا يمكن السكوت على مسلسل استهداف المرجعية الدينية لأنه سكوت عن مشروع ذبحنا. هل بات هذا الفساد الموجود في العراق هو مشروع الجماعة، مشروع الأحزاب والميليشيات؟ هذا هو مشروعهم؟ الحقيقة هو يتحدث بنفس المنطق الطائفي، هو يتحدث عن مشروع طائفي ويعتبر أن كل هذه القيادات إذا ممست فهو قد مس المشروع الطائفي، لأن هذه القيادات قد تحدثت بمشاريع وأيدت ودفعت باتجاه الدعم الطائفي، باتجاه تأجيج الطائفي. هذه هي الحقيقة يعني. وبالتالي فساد غير فساد هو محمي ويجب أن يقبل به الشعب العراقي. لكن بالنهاية أريد أن أقول كلمة ربما موجزة في هذا الموضوع: من يدعون أنهم يمثلون مرجعيات سنية ومرجعيات شيعية بهذا الشكل عندما تتهم بالفساد وهي في واقع الحال هذه المرجعيات لا تمثل السنة ولا تمثل الشيعة، هذه لا تمثل إلا نفسها، لا تمثل إلا مصالحها، لا تمثل إلا الأطراف المرتبطة بها من ميليشيات وقوى وأحزاب ومصالح وشركات. هذه الحقيقة وهي جزء من هذا الخراب الذي يعني حل بالعراق. هذا واقع الحال. الشعب العراقي براء منها الحقيقة وما له علاقة بهذا الموضوع. الشعب العراقي كله يدفع الثمن، يدفع ثمن هذا الخراب، هذا الذي يسرق، هذا الذي يفسد من أمواله ومن حياته ومن حاضره ومستقبله. فبالتالي هذه القوى لا تمتلك القدسية، سنية كانت أم شيعية، بأحزابها كلها أحزابها، وتعرف المرجعيات أن كل هذه الأحزاب التي تحكم العراق جاءت حافية إلى العراق. ما الذي غولها وجعلها بهذا الغنى وبهذه الممتلكات وهذه الاستثمارات الهائلة؟ من أين؟ هذا كله جزء من الفساد. فبالتالي يعني هم مسؤول، لديهم مسؤولية كاملة عن ما حصل في العراق، وهم ربما شركاء في هذا الموضوع وأكيد شركاء فيه، لأنه لا يقفون موقفا ضد هذا الفساد وضد هذا الخراب. فبالتالي القضية يعني قالوا عنها قدسية غير قدسية، بالنتيجة هو فساد وجزء من فساد، والشعب العراقي يدرك هذه الحقيقة وهم يخسرون وجرفهم يتهاوى الحقيقة بهذا الذي يحصل اليوم. أشكرك. شكرا دكتور مازي. فقط إذا سمحت لي بدقيقة، يعني حتى هذه الحادثة، حدث هذا التقرير، لم تتوانى أحزاب السلطة عن استغلاله طائفيا. فالصحافة الإلكترونية التابعة لتلك الأحزاب تتهم هذه القناة بأنها قد سرحت الكادر الشيعي بالقناة. نعم. وجلبت. نعم. كادر سني. نعم. وهؤلاء السنة هم من عملوا هذا التقرير وبمحاولة طائفية يعني كاملة الأركان، بأن
التقرير تقرير طائفي كما قال يستهدف الشيعة. كما قال المالكي في الموصل، قال الموصل سقطت لان 90% من القوات الموجودة من السنة. لا يعني مثل ما يتهمون الجماعة الناس بالعمالة لأمريكا. نعم. ومن جاء بهم هي أمريكا، هي ومن أمريكا. ومن جعلهم يجلسون على مقاعد الحكم هي أمريكا، وبالتالي هذا ومن نحميهم هي أمريكا. معناه أن النظام يتخبط، يحاول أن يستفيد من كل فرصة لي يعني إطالة عمره، لكن حقيقة هذا النظام هو سائر إلى الزوال. من المستحيل أن يكون نظام يمشي على رأسه أن يستقيم. طبعا يتخبطون من يتلقوها منكم، لو من الحرة لو من الآخرين. شكرا جزيلا دكتور رافع الفلاحي، شكرا للأستاذ نظير القندوري، وشكرا أيضا للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان في هذه الحلقة من طاولة حوار التي بحثت في ملفات الفساد في دهاليز المؤسسات الدينية في العراق السنية والشيعية. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان الله.